دور مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث حول أمور مهمة جدا في التوقيت الحالي بالنسبة للنادي الأهلي ومجلس الإدارة والجماهير والأعضاء، وحديث حول الفترة القادمة بالنسبة للإنشاءات وآخر التطورات المتعلقة بفرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة، وأخبار بالتأكيد هتكون مبشرة وتسعد كل محبي النادي الأهلي في كل مكان. أستاذ خالد برحب بك في البداية، وبالتأكيد النهاردة عندنا تفاصيل وعندنا أخبار مهمة لكل محبي النادي الأهلي إن شاء الله، وأمور إن شاء الله الفترة الجاية تبقى مبشرة بإذن الله. في الأول إحنا عايزين نتكلم على موضوع مهم اللي هو موضوع فرع التجمع إن شاء الله. فرع التجمع هو الفرع الرابع. طبعا الحمد لله إن إحنا نادي عنده 4 فروع كبار، يعني هناك 50 فدان. الحقيقة مجلس إدارة كلفني أنا والمهندس سام علي كامل واللواء محمد مرجان مدير النادي إن إحنا نتعاقد أو نعمل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. طبعا اختيار الهيئة الهندسية له خلفيات كبيرة، النادي عايز يظهر أنه جدي، عايز يخلص في زمن قياسي بكواليتي عالية جدا بشفافية، فما فيش أكفأ في هذا الموقف غير الهيئة الهندسية. الهيئة الهندسية بتساعدنا، بتزلنا كل العقبات اللي بتصادفنا، ونحن ضامنين ان احنا نستلم في الوقت باحسن كواليتي باحسن اسعار. فاول بروتوكول اتعمل او العقد الاولاني كان ب 96 مليون جنيه كبدايه للبنيه التحتيه للنادي، فرع النادي بالتجمع لمساحه ال 50 فدان. لمساحه ال 50 البنيه التحتيه لازم تبقى لكل النادي، بس في الاول لازم توفر الحاجات الاساسيه، الاشتراكات برضو. طيب قبل ما نتكلم في موضوع الاشتراكات، لان مساله التوقيع البروتوكول مع الاداره الهندسيه لا الهندسيه للقوات المسلحه، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ده شيء مميز جدا وحاجه ممتازه، لان كمان الفارق الزمني والعامل الزمني لانهاء البنيه التحتيه للمشروع هتبقى في خلال مده 10 شهور. 10 شهور دي ما فيش حد يعملها في 10 شهور. بس احنا شايفين ان الهيئه الهندسيه في كل المشروعات القوميه بتنجز في ارقام قياسيه، سياده الرئيس له توجيهات اليوم أكيد. بتنجز في اوقات قياسيه عبر ما كنا نتخيلها، فده اللي خلانا لجأنا الهيئه الهندسيه على اساس ان الناس تعرف ان في مصداقيه من النادي لما يقول انا هفتح يوم كذا باخد عضويات، مش عشان اركب الفلوس واسيب العضو قاعد مستني افتح امتى. لا، الهيئه الهندسيه بيبقى انت عندك مصداقيه قدام العميل بتاعك او العضو بتاعك ان انت بتسلم هنستلم النادي وهيبقى جاهز للتشغيل في الفتره احنا قايلين عليها. تمام. المدد الزمنيه دي مهمه جدا للاعضاء يا استاذ خالد كمان، ان الناس تبقى عارفه بعد 10 شهور ان شاء الله هيبقى البنيه التحتيه لفرع القاهره الجديده. خلي بالك البنيه التحتيه دي اقوى حاجه الأساس. في لما تقول البنيه الاساسيه لل 50 فدان كلها اتعملت في 10 شهور، لما تيجي تقول بعد كده هعمل مبنى اجتماعي، هعمل ملاعب، حمام سباحه، الهندسيه هتدوس يعني 3-4 اشهر هتلاقي الحاجات دي موجوده. العضو هيبتدي يدخل ويستخدم النادي في الرقم اللي في التاريخ اللي احنا قايلين عليه، ودي اهم حاجه. ودي اهم حاجه فعلا بالظبط كده، ده اللي احنا عودنا عليه الناس سواء في فرع الشيخ زايد او فرع او مدينه نصر. مدينه نصر طبعا عريق وقديم، وهو يعتبر مدينه نصر رئيسي زي النادي الاهلي، زي الجزيره، زي الجزيره، مقر الجزيره، زي الجزيره، اللي بيشترك هنا او هنا بيدخل كل الفروع. فالفرعين دول سواء الجزيره او مدينه نصر يعتبروا حاجه واحده. الشيخ زايد العضويه بتاعته هتزيد برضه، لان احنا ابتدينا انشاءات في الشيخ زايد عشان نقدر نقبل عضويات، ما كنا موقفين العضويات لحد ما نستكمل انشاءات مبنى اجتماعي جديد، صاله كاراتيه، يعني اشتغل جمباز، ماشيين في حاجات مراحل اخرى. فبناء عليها هنزود الاشتراك برضو في الشيخ زايد، هنزود اشتراك في الجزيره ومدينه نصر من 500,000 ل 750، كل ده من 1/4. فطبعا اي واحد عايز يلتحق بعضويه النادي الاهلي عنده فرصه ان النهارده لحد 1/4 انه هيزيد الاشتراك، فيلحق يشترك. احنا بدين مساحه من الوقت كافيه جدا الواحد اللي عايز يدبر نفسه واللي عايز يدبر حاله يلحق يجي يشترك. طيب اللي هيشترك من دلوقتي قبل زياده اول ابريل وفي اثناء الفتره القادمه هو بيسدد الاقساط او مثلا خلاص سدد بالقيمه الماليه الحاليه وعد عليه 1 ابريل ودخل في الايام الاخرى وحابب ان هو يكمل القيمه العضويه الكامله، هيشترك في العضويه الكامله بتاريخ
من يوم ما اشترك هتطبع عليه 500,000 مش 750. لو حب يزود الاشتراك للجزيرة ومدينة نصر يبقى العضوية الشاملة من حقه يعملها بالسعر اللي هو عمل عليه النهاردة. يعني عمل العضوية يوم 9 يناير حب يجي في شهر أغسطس اللي جاي أو سبتمبر اللي جاي عايز يدفع قيمة أو في خلال الفترة. يعني انا بتكلم بعد 1 ابريل حب يعمل قيمه العضويه الكامله هيستفيد بالقيمه القديمه. بالظبط كده. بالظبط. طيب القيم الماليه بقى بالنسبه حضرتك قلت بالنسبه للشيخ زايد والقاهره الجديده بتزيد القيمه من 200 ل 250. من 200 ل 250 بالنسبه للقاهره الجديده. الشيخ زايد هتزيد من 175 ل 250. ل 250. وبالنسبه للمقر الرئيسي او كل الفروع من 500 ل 750. ل 750,000 جنيه. تمام. طيب بعد نبدا شغل البنيه التحتيه في الهيئه الهندسيه اللي هتشتغل عليه خلال ال 10 شهور الجايه ان شاء الله على مساحه 50 فدان. على فكره احنا فخورين بجد بجد ان احنا نتعامل مع هذه المنظومه وتعاون احترافيه دقه جدا دقة جدا في فوق ما تتخيل. يعني ناس فعلا انا سعدت بان انا قعدت معهم اكتر من 10 12 مره في اللقاءات بتاعتنا لحد ما وقعنا عقد وابتدوا واحنا مبهورين باللي هم بيعملوا الحقيقه. بعد ما ينتهوا من البنيه التحتيه خلال ال 10 شهور نبدا نشتغل بقى على المراحل الاخرى. بالظبط. يعني هتبقى في هيتحط لنا جدول زمني زي زكاه البنيه الاساسيه زي ما بكرر معلش زكاه البنيه الاساسيه اللي هي اصعب حاجه في التعاقد هتتعمل في 10 شهور. ما بالكوا بقى لو المراحل. ما بالك لو قلنا مبنى ومش عارف ملعب حمام سباحه الحاجات دي هتبقى سريعه جدا. يعني ان شاء الله كده نبشر كل جماهير النادي الاهلي وكل محبين النادي الاهلي على بدايات عام 2021 باذن الله. ان شاء الله. تكون بقى البنيه التحتيه انتهت دخلنا في المراحل الاخرى بحيث ان الفرع الرابع القاهره الجديده وساعتها يبقى النادي الاهلي خلي بالك بتعمل على اعلى مستوى لا وساعتها النادي الاهلي هيكون النادي الوحيد اللي قدر يغطي كل قطاعات محافظه القاهره بالظبط والناحيه الجغرافيه بنتكلم في اربع انديه القاهره الكبرى اللي في الشيخ زايد تبع الجيزه بالظبط قطاع القاهره الكبرى بالظبط كده طيب الميزه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها برضو فكره المراحل المختلفه دي هيتم تجزئتها مثلا المرحله الاولى بنتكلم مبنى اجتماعي المرحله الثانيه ممكن يكون في مبنى اجتماعي بس لا 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 لسه هنقعد احنا عايزين ندخل عضو يدخل يلاقي الحاجات الاساسيه بالنسبه له هو عايز ملعب يمكن ما بتجيش بعده ملاعب كبيره بس عليه بيبقى فيها ملاعب عينه من كل حاجه بيبقى فيه حمام سباحه بيبقى فيه مطعم بيبقى فيه مبنى اجتماعي دلوقتي احنا كمان دخلنا حاجات جديده في الشيخ زايد وفي مدينه نصر عملنا منطقه الفطور الترفيهيه الفطور الحاجات منطقه المطاعم عايزين نعمل نفس المفهوم في بالطريقه دي على هذا المستوى طب شيء طيب او احنا بنشتغل في فرع الرابع وفي نفس الوقت بنعمل تطور انشائي سواء في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد بالظبط هذا اللي احنا كنا وعدين بيه انا متهيألي الشيخ زايد ابتدينا فيها خلاص يعني في الجدول بتاعها وفي جامع كبير بيتعمل في مبنى اجتماعي يعني احنا ماشيين كويس عشان احنا وقفنا العضويه وقلنا مش هنعمل عضويه جديده العضويات الجديده الا ما نوفر مساحه مكان تسحب الناس شويه مدينه نصر احنا عملنا الحقيقه صدت عملنا منطقه المطاعم عملنا المنطقه الترفيهيه كيفنا صرت يعني فيها انشاءات كبيره هي دي خدت النصيب الاكبر لان كانت محتاجه فعلا واحنا كنا واعدين الاعضاء هناك لسه في مشروعات على سبيل المثال في مدينه نصر محلات بتتعمل على السور الجراج اللي طبعا هام يعني يهم كل اعضاء الجامعه العموميه هناك ان الحاجات دي لسه بتطلع لها تراخيص وداخله برضو بس زي ما بنقول ايه بندي كل فرع من الفروع نصيبه وكله هيتطبق في خلال المده الزمنيه بتاعت مجلس اداره كما وعد الكابتن خطيب في البرنامج اللي عمله ايام الانتخابات برنامج عائلي تاني احنا سابقين الجدول الزمني وان شاء الله احنا بنحاول ان احنا نخلص كل المشاريع اللي وعدنا بيها خلال مده الاربع سنين بتوع المجلس الحالي. طيب واحنا بنتكلم مع حضرتك ممكن مثلا المشاهد اللي بيسمعنا ومحب بالتاكيد للنادي الاهلي يقول لك المبلغ 500,000 او 750,000 هنا الفكره انت مش في نادي واحد انت بتتكلم في اربع انديه في اربع فروع او اماكن مختلفه في قطاع القاهره الكبرى دي برضو جزئيه مهمه يا استاذ خالد نتكلم فيها لان ممكن قيمه المبلغ ده او اكبر منه بسيط جدا بيبقى فرع واحد لبعض الانديه انا عايز اقول حاجه ان احنا مقارنه بالانديه الثانيه احنا سعرنا قليل جدا سعر الاشتراك السنوي اقل جدا من انديه كتير يعني يمكن احنا اقل مش عايز اقول اقل من مين ومين مش هنسمي بس احنا اقل كتير سواء في العضويه السنويه الاشتراك السنوي او العضويه الجديده
احنا فعلا زي ما حضرتك بتقول لما اربع انديه هيدخلوا بسبعه وخمسين، شوف النادي الواحد بيتكلف كام كعضويه لاي نادي، اي نادي مماثل يعني. وكمان في نقطه مهمه، المنطقه الجغرافيه، بنتكلم في مقر الجزيره، بنتكلم قريب من وسط البلد مدينه نصر، يعني سواء بالنسبه للمنطقه السكنيه لو انت سكنك موجود في مكان بعيد عن مكان تاني، مكان شغلك تقدر من خلال الاربع اماكن لو عزلت يعني احنا عاملين حسابنا اللي انت في اي مكان هتروحه هتلاقي النادي الاهلي. بالظبط، دي جزئيه برضو لازم لازم نشرح للناس، مهمه جدا. وبعدين احنا بندي تسهيلات في الدفع يعني على اربع سنين، في بعض البنوك متقدمه لنا انها تقسط، فممكن هو ممكن البنوك تدي اوفر او عرض انها تقسط على فتره اطول. فكره التسهيلات كمان، لان البعض ممكن يعتقد المبلغ ده كاش، لا او قدامه الباقي فايده اقل من البنوك كمان، او فايده يعني عاديه جدا، يعني ما بنستغلش الحكايه دي. احنا فايده عاديه جدا، والناس انا شايفين الاقبال جامد، يعني احنا عندنا مبالغ كبيره جدا شيكات اللي هي متحصلات بتاعه تقسيط العضويات. الحمد لله، فالحمد لله يعني احنا مغطيين تكلفه انشاء الفرع والتكلفه ان شاء الله. الحمد لله احنا يعني كله في الامان باذن الله. طبعا النادي الاهلي القلعه الحمراء وكل المحبين، والفكره احنا مش بنخاطب الجماهير بس، لا احنا كمان بنخاطب الجماهير وكل محب الاهلي في كل حته، في كل حته بالتاكيد. طيب في مفاجات اخرى، وخلال الساعات القليله الماضيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب دايما حريص على فكره الدعم المالي وتوفير الموارد المالية عشان تقدر تصرف على كل هذه المشروعات، تقدر توفر كل هذه المتطلبات بالنسبة للعضو. في مشاريع كتيرة جدا ما ينفعش نقولها دلوقتي، هتدخل إن شاء الله في حيز التنفيذ وبتدرس دلوقتي، وهتدخل تعتمد مجلس إدارة. عندنا لجنة استثمار برئاسة الدكتور فاروق العقدة، أستاذ ياسين منصور، أستاذ محمد نجيب، وأنا معاهم كممثل مجلس إدارة. اللجنة دي بتدرس مشاريع كبيرة جدا للنادي الأهلي، إن شاء الله برضه هنعلن عنها قريبا. المجلس الإدارة نفسه عنده مشاريع كتيرة بيجهز فيها، زي ما نقول إحنا دايما سباقين. الحقيقة اللي إحنا الفترة اللي فاتت عندنا فرع الشيخ زايد، عملنا فيه مجمع للبنوك لثلاث بنوك، وكالعادة اللي إحنا تيم وورك او فريق عمل جماعي من مجلس الاداره، ما فيش حد بيقول انا عملت وانا ما عملتش، انما احنا كلنا في الاخر بنقول مجلس الاداره هو اللي عمل، ما فيش حد بيعمل حاجه لوحده. مجلس الاداره كابتن الخطيب قابل استاذ اسامه عكاشه رئيس البنك الاهلي، وقابل استاذ طارق فايد رئيس بنك القاهره. طبعا بنك مصر اصلا موجود عندنا، استاذ محمد اتريبي بيتعاملوا معنا من فتره، متعاملين فرع الجزيره ومدينه نصر. فبالنسبه للشيخ زايد احنا طرحنا الثلاث فروع دول، وبعتنا يعني كل بنوك مصر بعتنا لهم عدد كبير جدا، بعتنا لهم جوابات رسميه للدخول في هذه المزايده للثلاث فروع اللي احنا انشاناهم. ده فكر جديد، احنا كنا ماشيين بفرع واحد بس عملنا ثلاث فروع. دعينا كل البنوك وعملنا اعلانين في الجرايد الرسميه بمواعيد هذه المزايده لكل البنوك انها تدخل وتقدم. الحقيقه هي اللي دخلوا واللي كانوا، لان احنا كنا الحقيقه عايزين ناخد اقوى حاجه عائد مادي للنادي، لان هي خدمه للاعضاء وفي نفس الوقت مالي. انا عايز البنك يعني يهمنا، مش مهم ان انا اخد فلوس وخلاص، انا عايز اجيب بنك كبير تقيل يقدم خدمات لاعضاء النادي. يعني ايه الفايده ان انا اجيب بنك ولسه صغير ما عندوش، لا انا احنا الحمد لله ان هي المزايده كانت بين الثلاث بنوك الوطنيه، اكبر بنوك في مصر، القاهره الاهلي ومصر والقاهره، الثلاث بنوك الكبار ودخلوا. ويعني كان معايا كلفنا بقى من مجلس الاداره، كابتن الخطيب كلم رؤساء البنوك دول ودخلوا ضمن المزايده. كلفت انا كرئيس للجنه، معايا زميلي ابراهيم الكفراوي، استاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق انديل زميلي برضه في مجلس الاداره، كنا احنا في اللجنه عملنا وكان معانا بقى اداره الماليه واداره المشتريات والاداره القانونيه والاداره الهندسيه، دي اللجنه اللي عملت المزايده. مظبوط. وجمعنا الثلاث بنوك، عملنا الحقيقه وصلنا الرقم اكتر بكتير من اللي احنا او اللي هم كانوا داخلين بيه. حاطينه في البدايه. فدخلنا، هي المزايده كانت لمده 10 سنين. وصلت في العشر سنين ل 191 مليون جنيه. ممتاز. على اساس ان احنا هناخد 50% مقدم من هذا من التوتال المبلغ و 50% على ثلاث سنين.
كمان يعني كل المبلغ يتاخد في خلال 8 سنين. جه بنك الاهلي مضى، بس الحقيقه الكابتن الخطيب كان في باريس في رحله العلاج. بنك مصر مضى برضو، الكابتن الخطيب كان مش موجود. النهارده الكابتن الخطيب كان موجود، كان الاستاذ موجود. جه النهارده الاستاذ طارق فايد رئيس بنك القاهره، شرفنا بالمجموعه اللي معاه ووقع العقد في حضور الكابتن الخطيب والاستاذ طارق فايد. الاستاذ محمد برجان وقع للنادي الاهلي والبنك القاهره، مضينا العقد والحمد لله كده اتمينا المجمع البنوك، ثلاث بنوك وعائد كويس جدا. وجات لنا يعني اول حاجه ايه، شوف حاجه و90 مليون دفعه مقدمه، فطبعا حاجه كويسه تعمل سيوله نقدر بقى ايه نكمل مصاريف الشيخ زايد، الانشاءات اللي احنا قاعدين بيها. فيعني الحمد لله ان احنا بنوفر كل حاجه مدروسه وكل حاجه ليها مصدر تمويلها، عشان لما بنقعد بحاجه بننفذها. اكيد برضو نفس القصه، احنا ان شاء الله هنعمل اول ما نخلص البنيه التحتيه هنعمل نفس المفهوم في فرع التجمع اللي اتعمل في الشيخ زايد، هيكون في القاهره الجديده والتجمع. بالظبط كده، في القاهره الجديده وفرع التجمع. فده كله ان احنا بنحاول يعني نعظم ايراداتنا. طبعا حاجات كثيره، في بقى شركه استادات برضه عملنا معاها، مش عايزين نطول على هيجي وقتها ان شاء الله. احنا الحمد لله يعني كل حاجه ماشيه كويس، والحمد لله ان احنا سابقين الجدول الزمني بتاعنا. وزي ما بكرر اقول، ما حدش بيقول انا عملت، احنا كلنا يعني. انا لما كلفت المجلس الاداره بالتفاوض مع الهيئه الهندسيه، ده انا بمثل زمايلي اللي احنا خدنا القرار كلنا مع بعض وعملناه. برضو البنوك كنت انا وزميلي طارق انديل وابراهيم الكفراوي، احنا ادرنا عمل مؤسسي، فاحنا بنشتغل كلنا عمل جماعي، عمل مع بعض. في نفس الوقت في زمايلنا بيشتغلوا في حاجات تانية، ملفات تانية، سواء مهند مجدي الضماطي بحفظ الالقاب بقى، يعني الناس دي كلها بتشتغل، محمد سراج، كل واحد بيشتغل في حتته. الدكتور رانيا، ما فيش حد فينا ما بيشتغلش، بس كل واحد لما بيخلص حاجه بيبقى له نصيب ان هو يعلن عنها. اكيد. فان شاء الله في الفتره الجايه زمايلي هيقدموا حاجات كتيره جدا، ملفات مهمه. كلنا ان شاء الله كده ايه، يعني بنقول النادي الاهلي ده بيتنا، وزي ما وعدنا لازم نوفي ان قبل الفتره بتاعتنا نكون خلصنا البرنامج بتاعنا. البرتغالي برضو عنده حتت كتيره شغال فيها برضو في حاجات بقى احنا لسه برضو هنقل عنها قريب ان شاء الله. يعني كلنا الحقيقه الحمد لله يعني تيم وورك، وبنشتغل طبيعة مع بعض. طبيعة العمل المؤسسي بيبقى كل واحد مع ملفاته، في النهاية تيم وورك، مجلس إدارة بيشتغل على إنجاز كل هذه الملفات. الحمد لله. إذن الخبر المهم اللي بنسعد بيه وبالتأكيد بنبلغ فيه كل مشاهدي ومحب قناة الأهلي، وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي يعني الموجودة في كل مكان في أرجاء العالم، مش في مصر وفي الوطن العربي بس، لا، سيولة مالية الفترة الجاية إن شاء الله للصرف على كل الخدمات الموجودة، كمان خدمة مميزة جدا لأعضاء النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد مجمع بنوك، ده حاجة مميزة جدا بالتأكيد بتفرق مع العضو وهو موجود داخل النادي الأهلي في الشيخ زايد. كمان بقى إن شاء الله المرحلة القادمة إن شاء الله في القاهرة الجديدة البنية التحتية تنتهي، وإن شاء الله كمان هيكون في مراحل مختلفة لإنجاز كل هذه المشروعات. أستاذ خالد أنا بشكرك. شكرا. وكان لازم نتكلم معاك في هذه الملفات، ونسعد بالتأكيد كل جماهيرنا في كل مكان. إن شاء الله أتمنى إن برضه زمايلي كل واحد يخلص حاجة بإذن اللي بتمثلنا كلنا برضه يطلع يتكلم ان شاء الله، الناس يكون في تواصل مباشر مع كل الجماهير ان شاء الله. استاذ خالد انا بشكرك، وكل التوفيق لك يا رب في الملفات الاخرى ان شاء الله الفتره القادمه. شكرا جزيلا.